علاش في الجزائر تحبوا كاع تتزوجوا صغار؟ فهموني. فيديو اليوم القرايه ولا الزواج؟ ارواحوا نهضروا. مرحبا بكم معنا فيديو جديد، واللي ما يعرفنيش انا صابرينا، واللي ما اشتركش ماذا به يشترك. ندير فيديوهات على الموضة وعلى العلاقات وعلى بزاف اصوالح. بنات في الجزائر علاش تحبوا تتزوجوا صغار؟ شكون هو الصح؟ قرايتك، حياتك، خدمتك، مستقبلك ولا الراجل؟ انا نظن يعني برأيي البسيط ومن الخبرة تاعي في الحياة ومن الحالات اللي شفتهم في الحياة والتجارب اللي سمعتها وشفتها بعيني، شفت باللي الراجل عمره ما يكون سند ليكي. ما كانش منهم السند لأي طفلة هي قرايتها، خدمتها، دراهمها. لازم تكملي حياتك وتقراي وتتخرجي من الجامعة وتخدمي، أم بعد تحوسي على راجل يكون في حياتك، وهذا الراجل يلزم يكون زيادة ماشي هو الأساس تاع حياتك، والراجل هذا يلزم يكون قادر يعطي لك حاجات أنت مش قادرة توفريهم من روحك. يعني إذا أنت تخدمي وعندك الصالح تاعك، يلزم يكون الصالح تاعه أكثر باش يقدر يعطي لك صالح أنت ما عندكش. المهم يما العزيزة توجو قالت لك الرجال ما يتأمنوش، يعني إذا بنيتي حياتك على أساس راجل يجي نهار وانت ندمي. أكيد في حالات خاصة، وأكيد كاين رجال ولاد فاميليا وصح صح الرجال نيفو رجلة والهضرة والكلمة يعني كاين رجال، مي كاين رجال لا كرامة لا احترام لا قرايه لا فهامة لا تربية لا أخلاق لا نيف، وهادو للأسف رانا في انحدار دونك رايحين أكيد تلقاوهم بزاف. دونك بنات ردوا بالكم، ودونك بنات الحاجة الأساسية في حياتكم هي القراية والخدمة. يعني إذا أنت أختي العزيزة عمرك 18 19 20 24 25 وجاك واحد يخطب وأنت مازال ما كملتيش قرايتك ومازال ما بديتيش تخدمي وحبيتي تتزوجي، راك رايحة ديري غلطة حياتك. ما كلاش تقولوا لي الحب رايح يختفي ولا يولي ما يبانش نهار يقواو المسؤوليات. الحب اذا تزوجتي صغيره بزاف وما كانش عندك يعني دراهمك وحياتك وجا نهار خدعك ضربك حقرك، ما تقدريش تقولي له او باي انا ما نقعدش مع واحد حقار خداع كذاب كيما انت. راكي رايحه تضطري تكملي حياتك معاه وتحملي. وعلاش احنا نعيشو خطره؟ صح احنا نعيشو باش نعيشو حياة مليحة كريمة نضحكو ونفرحو. هاد الاشخاص اللي ممكن تضحي على قرايتك ومستقبلك وحياتك وخدمتك على جالهم، غدوة من غدوة ممكن ما تلقايهش في كتافك. واكيد راكم تشوفوا حالات بزاف في المجتمع الجزائري، بما انه نسبة الطلاق في المجتمع الجزائري راهي قريب 50%، يعني ما راهيش نسبة قليلة. وكذلك الناس اللي يشوفوني من المروك ومن تونس وحتى من مصر، على بالكم باللي نسب الطلاق مرتفعة جدا جدا جدا. وهذا يرجع للهضرة تاعي انه الرجل عمره ما يكون سند. المرأة في المجتمعات اللي رانا نعيش فيها وفي الواقع اللي رانا نعيش فيه تحتاج دايما يكون عندها سند، سواء الإيجوكيشن تاعها يعني قرايتها ولا خدمتها. عمرك ما تفرطي في هذه الصوالح اللي تقدري تبني بهم مستقبل على جال راجل. المرأة بلاصتها في الدار نو اختي نو، انت يلزم ديري حياتك، تكون عندك ان كارير، دخلي دراهمك، تكوني مستقلة، تطوري نفسك فكريا ومعنويا، ومن بعد تخيري الرجل المناسب. ردي بالك كي تجي تخيري الرجل المناسب لازم خدمته تكون مليحة، لازم مستواه الثقافي والفكري يكون عالي، ما يكونش متخلف، ما يكونش يعرف حتى أبسط الأشياء، ولا يتعلم مثلا من إنستغرام يشوف كيش عرف سيأمنها، يعني إنسان متخلف وعديم الثقافة وعديم العلم. لازم تشوفي التربية تاعه والأصل تاعه، إذا مربي ولا مش مربي، إذا ماليه قايسينه في الزنقة من صغره هذا إنسان مش مربي، وأكيد ما راح تكون عنده لا مبادئ لا أخلاق. أختي ما ينفعش قرايتك خدمتك أهم حاجة، ومن بعد حياتك العاطفية وزواجك أوكي مهم. ثاني ما نكذبوش انه الاسره مهمه، ما نكذبوش انه الحب والطرف الاخر مهم، ما ننكرش انه الرجل عنده اهميه في حياه المراه، بصح الاولويه قبل ما تدخلي في اي علاقه انك تكوني مكمله قرايتك. يعني اللي راه يخمم في الزواج وراه يخمم يحبس قرايتك باش يتزوج، راكي رايحه ديري غلطه حياتك، ويجي نهار تتفكري الفيديو تاعي اذا درتيه. من الاحسن كملي قرايتك ومن بعد تزوجي، واللي يحبك يستناك. ابسط حاجه يستناك حتى تكملي قرايتك وتبداي تخدمي عادي. بنات اشتركوا في القناه، نشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات الجايه.